خلاص يجي وقت بسرعه. يلا اعزائي مشاهدي وقت الفجر، معاكم مرساد من محافظه المنوفيه. النهارده في مبادره توفير اللحوم البرازيلي المدعمه ب 165 جنيه، طبعا حاجه جميله جدا هنا في محافظه المنوفيه وبالتحديد في قريه شنوان. هنتكلم مع الاستاذ احمد عياد رئيس الوحده المحليه في قريه شنوان عن هذه المبادره الجميله. ازي حضرتك يا فندم؟ مرحبا. اتكلمنا عن المبادره. المبادره ديت طبعا مبادره من رئيس الجمهوريه رئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية طبعا معالي وزير محافظة المنوفية. طبعا احنا اتفقنا مع شركة محافظة انها تيجي هنا منتج ده في الوحدة المحلية. طبعا هو سعر اللحمة كويسة دلوقتي في السوق من 250 ل 220. احنا اطلقنا المبادرة ديت بالاتفاق مع شركة محافظة زي ما قلنا حضرتك تحت رعاية معالي وزير محافظة المنوفية. ب 165 جنيه داخلين على عيد الاضحى والناس عايزة تشتري لحمة، فمحل السعر كده مناسب للناس دلوقتي حاليا يعني. ما شاء الله، وانا كمان شايف ان الاقبال كويس جدا. الاقبال كويس، كان كويس الصبح برضو ان شاء الله هيزيد يعني. حضراتكم نديتوا من امبارح بقى في البلد ان في لحمه تبقى متوفره النهارده؟ عملنا دعايه في البلد، نادينا في الجوامع في المساجد وعلقنا بصرات على الجوامع وعلى المصالح الحكوميه ووزعنا على بعض الناس وكلمنا الناس اللي هي ممكن لها تاثير على الناس بحيث ان هم يجوا المبادره ديت وهيستفادوا. تمام يا فندم.